هاي، بيشعر الصائم خلال شهر رمضان المبارك بالعطش طيلة اليوم وبالأخص لما بيكون الطقس حار، فكيف بيقدر إنه يحمي جسمه من الجفاف ويقاوم شعوره بالجوع؟ رح نقدم لكم ليحة ببعض أنواع الأطعمة يلي بتحتوي على كمية كبيرة من المي وبتساعدكم على ترطيب أجسامكم خلال رمضان. الخيار، بيحتوي الخيار على كمية كبيرة جداً من المي، وبالتالي لما بتتناولوه خلال وجبة السحور بتحافظوا على ترطيب أجسامكم طيلة اليوم. البندورة، بالإضافة لاحتوائها على كمية كبيرة من المي بتساعد البندورة على حماية الجسم من حروق الشمس، وهي أيضاً مصدر غني بالكروم يلي بيساعد على تنظيم مستوى السكر بالدم. البطيخ، من أنواع الأغذية اللي مهم جداً استهلاكها خلال رمضان لأنها بتحتوي على كتير من المي والألياف. تناول البطيخ بيساعد على تجنب الإمساك وبيقوي صحة الجهاز الهضمي. الفراز، بيحتوي الفراز على كمية كبيرة من الفيتامين سي وبيساعد على ترطيب الجسم، وهو كمان مصدر مهم للفيتامين بي وحمض الفوليك. وأخيراً الكوسة، هي من الأطعمة يلي بتساعد على الحفاظ على وزن صحي كونها بتحتوي على مزيج مهم من الألياف والمي، بالإضافة لعدد قليل من السعرات الحرارية. رمضان كريم.